طيب اول ايديوم معانا هو give me a break. give me a break طيب معناه ايه give me a break؟ بص يا سيدي، ده معناه حل عن سمايه. من الاخر معناه حل عن سمايه، ما تخنقنيش تعبتني. عارف انت لما مثلا مديرك يقول لك انت اتاخرت علينا النهارده وانت اساسا ما اتاخرتش غير 5 دقايق، عايز تقول يا اخي حرام عليك ارحمني، ده هم 5 دقايق بس انا اتاخرتهم. او مثلا حد عمال يزن عليك وعمال يقول لك حاجه وعمال يكرر الكلام وعمال زنان، فهنا تقول له ايه give me a break.